ربنا يكون مع أهالينا داخل القطاع، قلوبنا معاهم ودعائنا ليهم، وربنا يكون مع كل فلسطيني موجود على الأراضي الفلسطينية دلوقتي، وكل حد خسر أهله وخسر حبايبه داخل غزة، قلوبنا جميعا معاهم. مشاهد صعبة ولقطات يعني صعب إن احنا نتحملها ونشوفها. ندعو العالم كله إنه يستجيب لمسألة المساعدات الإنسانية ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لأنه هذا الوضع مأساوي وخطير وغير مسبوق. هذا التصعيد اللي بيحدث في غزة الحقيقة يعني ينذر بوضع يعني كارثي على أكثر من مليون مواطن داخل القطاع، يجبروا على ترك منازلهم ويجبروا على النزوح حصار غير أدمي لا يعرف للرحمة وللإنسانية أي يعني معنى. الأعداد بترتفع، أعداد الشهداء وأعداد المصابين، حتى الأطقم الطبية اللي بتسعف المصابين بيتم ضربهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وده احنا شفناه. شفنا أعداد المسعفين اللي بتتزايد، استشهاد 10 مسعفين لحد النهاردة. من يتحمل هذا؟ كيف يتحمل الشعب الفلسطيني ما يحدث داخل غزة؟ والساعات القادمة ماذا يحدث فيها؟ الحقيقة قلوبنا مع أهلينا في غزة، كل المصريين اللي من امبارح بدروا وجيروا علشان يتبرعوا بدمهم علشان يوصل لأهلينا في غزة. الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية اللي قالت للعالم كله بمنتهى الوضوح إنه الموقف المصري ثابت من القضية الفلسطينية، الشعب الفلسطيني لابد أن يتمسك بأرضه، وأيضا لابد أن نساعد هؤلاء الفلسطينيين علشان يقدروا إنهم يدافعوا عن هذه القضية. القضية الفلسطينية اللي اتولدنا على الأرض دي عارفين إنها قضية محورية ومركزية بالنسبة لنا، وقضية شعبية. كل واحد فينا جوه بيته النهاردة قلبه موجوع وقلبه بيتقطع، بننام ونصحى على هذه المشاهد الصعبة داخل غزة. ويمكن يعني منتظرين هذا العالم الصامت أمام ما يحدث في غزة أن يتحرك. إلى أي مدى الناس دي هتفضل صامدين كده مع انقطاع الكهرباء؟ مفيش مية 6 أيام، بطاريات خلاص كلها بتخلص، القطاع الصحي في تدهور مستمر. لحد إمتى؟ لحد إمتى الناس دي هتفضل تستحمل؟ الحديث عن اجتياح بري وحشود إسرائيلية حديث مرعب، ومشاهد يعني إحنا مش عارفين نتحملها. الوضع في أرض الواقع عامل إزاي؟ حتى الأطقم الإعلامية اللي بتحاول تغطي ما يحدث بيتم استهدافهم. ده مش ضرب عشوائي، أعتقد ده استهداف لهذه الأطقم الإعلامية علشان يعني يتم تعتيم المشهد على ما يحدث في غزة. قلوبنا مع أهالينا في غزة، دعائنا مستمر، الجهود المصرية أنا متأكدة أنها مستمرة لحظة بلحظة لوقف التصعيد اللي بيحصل في غزة. إن شاء الله يعني الموقف يتغير للأحسن، لأنه هذه الحرب الوحشية اللي بتحصل داخل القطاع وهذه الإبادة الجماعية لهذا العدد من البني أدمين، مش مهم هم جنسيتهم إيه، اللي بيحصل ده والعالم والغرب اللي كان منتفض لما يحدث في أوكرانيا ليه النهاردة لا ينتفض لما يحدث في غزة، ويرموا هذه المسؤولية على ما حدث من هجمة أخيرة لحماس على إسرائيل. ربنا يسلم أهالينا داخل القطاع، ربنا يسلم الأطفال والنساء والمدنيين، لأنه هذه الحرب الوحشية ودائرة الانتقام لابد أن يخرج منها الأطفال. مشاهد الأطفال توجع القلب، يا ريت لو نقدر نخبيهم لحد ما هذه الحرب تخلص. الطفل اللي اتولد وعاش كل ده وشاف بيته بيتهد على راسه وأبوه بيروح منه ولعبه مرمية في وسط كل الدمار،
ده المفروض يشوف العالم ازاي؟ ما هو محدش شايفه. ربنا يسلم ان شاء الله. الساعات القادمه تحمل وقف لاطلاق النار، ويصغى العالم لما يحدث وينظر بعين عادله لهذه القضيه الفلسطينيه ولهؤلاء الناس. ربنا يسلم اهالينا في غزه ويسلمنا جميعا. دمتم بألف خير.